دخلنا منذ البداية بحثاً عن الفوز وسجلنا الهدف الأول، بعد ذلك سيطرنا على المباراة وعلى الشوط الأول، وأعتقد أننا أظهرنا أفضل نسخة من برشلونة. ثم بعد تسجيل 3-1 أتيحت المساحات حتى نلعب المرتدات ونركض ونسجل أهدافا أكثر. هنالك العديد من الأمور حصلت، وما فعله كريستيانو كان رائعا مع اليوفنتوس وكانت مفاجأة كبيرة. كنت أتصور أن أتلتيكو سيلعب بأكثر قوة، ولكن اليوفنتوس استحق هذا الفوز وكان الأفضل، وكريستيانو عرف أمسية سحرية بتسجيل 3 أهداف.